بقيع الغرقد. البقيع هو المكان الذي يكثر فيه الشجر، وبقيع الغرقد ذهب الشجر منه وبقي الاسم. الغرقد هو شجيرات من فصيلة الباذنجانيات، أغصانها شائكة وأزهرها مختلفة الألوان. البقيع اليوم أصبح مقبرة بالمدينة الشريفة، يقع في الجانب الشرقي منها. كان أهل المدينة المنورة يدفنون موتاهم منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البقيع، كما دفن في البقيع أئمة الهدى الإمام الحسن المجتبى والسجاد عليه السلام والإمام الباقر والصادق عليهم السلام. بنيت القباب على قبور الأئمة عليهم السلام حسب البناء المعتاد منذ ذلك الزمان في مكة والمدينة. كما ضمت مقبرة البقيع أضرحة عدد كبير من الصحابة وآل بيت النبي، لا سيما قبر السيدة الزهراء عليها السلام وأم البنين عليها السلام. ورث الوهابيون وكما هو معروف الحقد الدفين ضد الحضارة الإسلامية، فكانوا المثال الصادق للجهل والظلم والفساد، فقاموا بتهديم قبور بقيع الغرقد مرتين، الأولى في عام 1220 هجرية، عام 1805 ميلادية. الجريمة التي لا تنسى عند قيام الدولة السعودية الأولى، حيث قام آل سعود بأول هدم للبقيع، وذلك عام 1220 هجرية كما ذكرنا. وعندما سقطت الدولة على يد العثمانيين، أعاد المسلمون بناءها على أحسن هيئة من تبرعات المسلمين، فبنيت القبب والمساجد بشكل فني رائع، حيث عادت هذه القبور المقدسة محط رحال المؤمنين بعد أن ولى خط الوهابيين لحين من الوقت. هدم القبور مرة ثانية، حيث حدثت هذه الحادثة في عام 1344 هجرية، 1925 ميلادية، إذ عاود الوهابيون هجومهم على المدينة المنورة مرة أخرى، وذلك بعد قيام دولتهم الثالثة، وقاموا بتهديم المشاهد المقدسة للأئمة الأطهار وأهل بيت الرسول عليهم السلام بعد تعريضها للهدم بفتوى من وعاظهم، فأصبح البقيع وذلك المزار المهيب قاعا صفصفا لا تكاد تعرف بوجود قبر، فضلا عن أن تعرف صاحبه. لقد هدمت واختفت عن الأنظار القباب البيضاء التي كانت تدل على قبور آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصاب القبور الأخرى نفس المصير، فسحقت وهشمت. وخوف آل سعود من غضب المسلمين في الحجاز وفي عامة البلاد الإسلامية، وتبريرا لعملهم الإجرامي المضمر في بواطنهم الفاسدة، استفتوا علماء المدينة المنورة حول حرمة البناء على القبور. وتحت التهديد والترهيب، وقع العلماء في حينها على جواب نوه عنه في الاستفتاء بحرمة البناء على القبور، تأييدا لرأي الجماعة التي كتبت الاستفتاء. واستنادا لهذا الجواب المشؤوم، اعتبرت الحكومة السعودية ذلك مبررا مشروعا لهدم قبور الصحابة في الثامن من شوال من نفس السنة، أي في عام 1344 هجرية كما ذكرنا آنفا، حيث هدموا قبور الأئمة الأطهار والصحابة في البقيع وسووها بالأرض وشوهوا محاسنها.